بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم آخر، حلقة جديدة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. احنا معاكم على الهواء مباشرة من هنا من جراند مول، حيث ننقل برنامجنا صوغات من خارج التلفزيون لنكون من وسط الناس، مع الناس، مع المتسوقين، مع جمهور أيضا برنامج صوغات، اللي أتوقع مجموعة منهم جو خصيصا لمتابعة البرنامج على الهواء مباشرة. كل التحية، كل الشكر لمن جاء خصيصا للبرنامج، ولكل من يتفاعل أيضا من خلال الرسائل النصية القصيرة، ومن خلال أيضا متابعة البرنامج. إن شاء الله نقضي مع بعض أوقات ممتعة وسعيدة. معنا 8 من المتسابقين على فترتين، في 4 وفيما بعد 4 آخرين، هذا بشكل يومي، ويتم السحب والاختيار عن طريق الرسائل النصية القصيرة. يتم التواصل معهم ورغبتهم، ومرحب بالجميع بأن يكون بيننا، بالإضافة إلى صوغات محمد المخيني اللي بالكاميرا المحمولة يتجول هنا في مسقط جراند مول، ويلتقي بمجموعة من المشاهدين والمتابعين، أسر، عوائل، شباب، أسرنا من داخل السلطنة، أسر أيضا من خارج السلطنة، مرحب بالجميع، أشقاء وأصدقاء. صوغات، هناك مجموعة من الشركات اللي شاركت بصوغاتها في برنامجنا، وبكل تأكيد في انتظار إن شاء الله الصوغات القادمة، ويستاهل كل من يفوز وياخذ صوغاتنا. الحكماني للعقارات يوميا 400 ريال، 200 ريال لكل فائز، وأيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. مركز تاول للسيارات، شكرا جزيلا مركز تاول للسيارات، بيقدمون لنا أكثر من سيارة. السحب، أرجو المعذرة، من بكرة إن شاء الله بيكون السحب، بكرة إن شاء الله بيكون السحب يوم السبت على سيارة موجودة معنا دخلت إلى المكان المخصص لبرنامجنا، هذه ام جراند جي تي. شكرا مركز تاول للسيارات. إذا السحب بكرة بمشيئة الله على هذه السيارة. كلية كلدونيان الهندسية، شكرا جزيلا لكم. كلية الزهراء للبنات أيضا، الأصايل للمؤتمرات، هومز آر إس، فوريو للتجميل، برميديان للياقة، كارفور، الجزيرة للعطور، وموناليزا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات إن شاء الله سنحاول قدر الإمكان نذكرهم، أو أيضا من خلال فاصل معين سيكون طوال الحلقة إذا ما في هذه الحلقة في الحلقات القادمة بمشيئة الله. إذن نبدأ في ركن آخر في زاوية أخرى، محمد المخيني. أبو حمد، مساك الله بالخير يا أبو محمد. النور. من مكان جديد، من هنا من مسقط جراند مول، نجدد اللقاء بكم مشاهدينا في برنامج صوغات. نجدد اللقاء أيضا بالجمهور اللي قاعد يتجدد كل يوم، اللي قاعد ما شاء الله يتوافد بكثرة على الفعاليات المقامة هنا في مسقط جراند مول، ولمشاهدة أيضا البرنامج، برنامج صوغات. اليوم احنا في موقع جديد أبو محمد، أنا أشوفك من فوق اليوم، انا في الطابق الاول واشوف برنامج، والجميل ان في مكان مخصص، يعني الجمهور بامكانهم ان يشاهدوا برنامج صوغات من الدور الارضي، وايضا في مكان للرؤيه مخصص لمشاهده برنامج صوغات. انا ابى اذكر اللي قاعد يتابعون برنامج صوغات ام جراند جي تي، هذه السيارة يمكن برسالة واحدة تمكنك أنك تفوز وباكر تاخذ السيارة. ضاعفوا إرسال الرسائل. في ناس تسأل يقولوا كيف نرسل الرسائل، ما هو الرقم؟ طبعا عمانتل 911191، وأريد 918181، باكر بانتظاركم السيارة، وأنا بتجول يا أبو محمد مع الجمهور. معنا موضوع جديد وجوائز كثيرة وصوغاتنا متنوعة.
كعادتك معاك صوغات وصوغاتك كثيرة ويستاهلوا الناس اللي موجودين معانا. واليوم الجمعة وإن شاء الله كذا جمعة مباركة على الجميع وإجازة ممتعة وسعيدة وليالي رائعة من ليالي هذا الشهر المبارك الفضيل. ما نبدأ مع المتسابقين في المرحلة الأولى، ما نتعرف عليهم وعلى أسئلتهم، وفي تغيير أيضا بسيط في طريقة المسابقة اليوم. كل هذه التفاصيل بعد قليل إن شاء الله في صوغات، خليكم معنا. مرحبا، أنا عداد الكهرباء. هذه عائلة منير ومنيرة التي تحاول التقليل من مصاريفها. ضبط منير المكيف على درجة حرارة 18 لاعتقاده بأنها الطريقة الأسرع لتبريد المكان، لكن تخفيضها لا يؤثر على سرعة تبريد المكان بل يجهد المكيف ويزيد الاستهلاك. في المقابل درجة حرارة 23 تقلل من الاستهلاك وقيمة الفاتورة وتوفر لكم جوا مناسبا ومريحا. تنظيف المكيف وصيانته بشكل دوري يزيد من كفاءة التبريد ويضمن بيئة صحية لجميع أفراد العائلة. عجيب، انظر كيف قل الاستهلاك. كن ذكيا ووفر مالك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي نعل ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين. الأطفال هم الأطفال دائما، مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها. أعتمد دائما على بحر، صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعد تراح بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج لألبك تطلب ما ينساك، عينك تذوق النوم وعين التي ترعاك. مهما قسى قلبك وإن أسيت وإن بكيت وإن شكت له عن أساك، قلت للمولى سامحني ماني يا ربي سواك. هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك. في انتظارك مغامرات رائعة ستذعب جميع حواسك على متن طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمواينر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 دريمواينر. مرحبا بكم جميعا في ليلة أخرى في حلقة جديدة، اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والمسرة والمحبة، ولياليه كثير جميلة وأيامه مميزة.
والضيف سريع، يعني رمضان ضيف يزورنا في السنة مرة، فعلا سريع والأجمل والأحلى. احنا نستغل هذه الأيام المباركة والسعيدة ومحاولة من التلفزيون بأن يعني يقدم لكم ساعة ونصف تقريبا خارج استوديوهات التلفزيون وسط الناس، وهذا اللي يسعدنا. وأحيانا لو في هناك أي خطأ أو أحيانا في هناك أمر ما تشوفوه على البرنامج، يعني نقدم الاعتذار لكل من يتابعنا ولكل من أعطى الثقة أيضا لبرنامجنا ولتلفزيون السلطنة. نحاول قدر المستطاع وإحنا على الهواء أن لو في أي تغيير أو في أحيان إضافات معينة سيتم بمشيئة الله. اليوم من خلال المسابقة مثلا، أول شيء ألغينا إحنا الأشجار اللي كانت وراء المتسابقين، وهذا بناء أيضا على مقترحاتكم. الإضافة الأخرى أيضا كانوا مجموعة الناس اللي يتابعوا البرنامج ما متعرفين على من صاحب الرصيد الأكبر مثلا، فحولنا الإضاءات إلى هذا المكان حتى يتمكنوا، بتشوفون الآن يتمكن المشاهد من معرفة أيضا عدد النقاط لكل متسابق. ما في معانا ضغط على أي جهاز نهائيا، سوالنا ربك الحقيقة وعمل ربك أيضا للمشاهد الكريم. الآن كل متسابق بينسأل 5 أسئلة وعلى الدور، كل واحد سؤال 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 وعلى السريع إن شاء الله، وأي واحد يجمع نقاط أكثر يعتبر هو الفائز. وبعدين أيضا ينسأل 3 أسئلة وكل سؤال قيمته 100 ريال ويحتاج إلى سرعة أيضا 3 ثواني. ما يمنع في الحلقات القادمة أن نعمل فريقين والفريق الفائز، يعني كل هذه يعني أمور باستطاعتنا إن شاء الله نفعلها ونعملها، وكله لصالح هذا المشاهد الكريم اللي يتابعنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ، وتحية طبعا مرة أخرى للشركات المساهمة والمشاركة في برنامجنا. والسيارة متفقين إن شاء الله الام جراند جي تي من مركز تاول للسيارات، هذه تنتظر من سيأخذ أو ستأخذ المفتاح. وحلو يعني مثل هذه الصوغات خلال هذه الأيام المباركة، والأجمل قبل العيد أنك أنت تكشخ بسيارة جديدة برقم أخضر إذا ما لحقت تغير رقمك. نبدأ بسم الله. على اليمين، على اليمين من سيكون؟ تعرف عليك. ماجد سيف العويدي. ماجد العويدي، مرحبا يا ماجد، من وين جيتنا؟ من وادي الطائيين. من وادي الطائيين، كيف وادي الطائيين؟ الحمد لله طيب. وأهلنا هناك؟ كلهم طيبين صحة. أمورك طيبة؟ الحمد لله. جاهز للمسابقة؟ إن شاء الله. خففنا اليوم كثير عنكم. الحمد لله. طيب، تعرف عليك. الإمام بن علي بن يوسف الفارسي من صحار. الفارسي من صحار. نعم. كيف أهلنا في صحار؟ طيب والحمد لله. أمورهم طيبة؟ مرة. يعطيهم الصحة والعافية. يا أهلا وسهلا. حياك الله. سالم بن خلفان بن سالم البوسعيدي من ولاية المضيبي. بوسعيدي من وين؟ بوسعيدي المضيبي. من المضيبي. المضيبي نعم. تحية لأهلنا في المضيبي أيضا، كيف أخبارهم؟ الحمد لله. أمورهم طيبة؟ عليكم الحمد لله. الله يسلمهم بالخير والعافية إن شاء الله. يا مرحبا. تعرف عليك. خصيب بن عبيد بن خصيب العويدي من ولاية دما والطائيين. العويدي بن دما والطائيين. أيوة نعم. تحية لك، تحية لدما ولأهلنا في دما ولكل الولايات. إذن وضحت المسابقة؟ إن شاء الله. جاهزين؟ إن شاء الله. نبدأ نسرع شوية. على اليمين علي. ماجد. ماجد. يلا يا ماجد. بسم الله. فن تقليدي يمارس الرجال في محافظتي شمال الباطنة ومسقط، ويقام بمناسبة المولد النبوي أو مناسبات أخرى، هل هو النانا، الميدان، المالد؟ ميدان. ميدان يا حميدان. ميدان هو المالد يا ماجد. مع مالد. الأسف مالد. إجابتك خاطئة. يعني من السؤال لو نركز، يقام بمناسبة المولد النبوي. بسيط يا ماجد. تمام. راعي صحار عينه كان على هذا السؤال. ما عليه، خيره بغيره ان شاء الله. كنت عارف انه اكيد. نعم كنت عارف انه السؤال ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعديه ما راح بعيد. زين. الفارسي حياك. قفص يستخدم لصيد الاسماك
ذو شكل نصف كروي مع قاعدة مسطحة ومدخل مخروطي، هل هو القرقور أو القرقور أو الضغوة أو المحلق؟ القرقور. القرقور. القرقور نعم. وأنت صح. صح راعي هذا طبعا راعي بحر تمام. البداية موفقة إن شاء الله وماجد خيرها بغيرها إن شاء الله. نبدأ بك يا أبو سعيدي. أبو سعيدي نبدأ إن شاء الله. ذبيحة تقدمها الأسرة احتفالا بالمولد الجديد ويوزع اللحم للفقراء والأرحام والأقارب. والأقارب. هل يسمى العقيقة الذبيحة الوليمة؟ العقيقة الذبيحة العقيقة الوليمة. العقيقة صح. العقيقة نعم. هذه أيضا من الأشياء سهل. المعروفة وكانوا حريصين أهلنا يعملوها يعني بشكل أيوة. وهذه من الأشياء الحلوة أيضا تقليدية نعم, نعم. إذن إضاءة ضوء جاهزين الشباب مباشرة. العويدي نعم جاهز إن شاء الله. كيف الأسئلة لنا الحين؟ والله زينة أمورها لا طيبة؟ لا بس لا بس يلا بس. السؤال الأول بالنسبة للعويدي لكل واحد سؤال سؤال يلا. كان واليا على إقليم ظفار في عهد السلطان تيمور بن فيصل، هل هو إبراهيم بن قيس الحضرمي، عبد الله بن سليمان الحراسي، خلف بن أحمد الرقيشي؟ إبراهيم. إبراهيم بن قيس الحضرمي أو عبد الله بن سليمان الحراسي أو خلف بن أحمد الرقيشي؟ خلف بن أحمد الرقيشي. خلف بن أحمد الرقيشي. وخطأ يا العويدي عطيتك فرصة. هو عبد الله بن سليمان الحراسي. أنت انتبه له يا أبو هو ما منتبه يعني هذه المشكلة. نتمهل شوية نتمهل شوية يلا عسى خير عسى. إذن نقطة نقطة. الفارسي والبوسعيدي صح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعوض الآن ماجد أنا متأكد إن شاء الله. ماجد نعم. شريط مزخرف بخيوط ملونة من البرسيم والخيوط من البريسم والخيوط الحريرية يلف على عنق الإبل لتثبيت الخطام، هو السرج، الربقة، البداد؟ السرج. السرج، ربقة، البداد. شريط مزخرف بخيوط ملونة من البريسم ينحط على عنق الإبل لتثبيت الخطام. ايوه وانت عاد قريب من هناك. سهل سهل يلا. سرج. سرج هي الربقة. مع الأسف يا ماجد مع الأسف يا ماجد ما عليه خيرها بغيرها. فارسي جاهز. مسجد يقع على سفح جبل في ولاية إبرة وهو يمثل شعار الولاية ويعرف أيضا باسم ذو القبلتين، بني قبل أن يتم تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. راعي المضيب يعرفه زين. مسجد العقبة، مسجد الخروس، المسجد الجامع. عقبة، خروس، المسجد الجامع. المسجد في الجامع. إبرة. في إبرة. في إبرة. مشهور ومعروف. ال. الأول. الأول. أيوه. اللي هو. عقبة الخروس الجامع. العقبة. عقبة صحيح. العقبة. صح. مسجد العقبة نعم. السؤال اللي بعديه نعم. سالم زاهب جاهز مرة. زاهب جاهز. سالم مع نقطة، الفارسي مع نقطتين، وإن شاء الله كلكم بنقاط بإذن الله تعالى. في أي عام تم تأسيس مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة؟ هل 86 96 2006؟ 86 96 2006. 86. 86 صحيح. 86. القصة كلهم فيهم 6 6. لا مشكلة. بس أكيد تتذكر. تواريخ مشكلة بتكون متقاربة يعني. صحيح. نقطتين. سالم البوسعيدي
العويدي. نعم ان شاء الله. جاهزين ولا نخطى بس ان شاء الله الان تعوض. يلا. وجاك سؤال سهل. فن من الفنون التقليدية المضافة إلى قائمة التراث العالمي تشتهر به محافظة ظفار، ركز. العازي الولية البرعة. البرعة. البرعة صحيح. البرعة. فن من فنوننا التقليدية الرائعة والجميلة في محافظة ظفار، وما تخلى أي مناسبة في ظفار إلا البرعة تكون موجودة. وعجبني السنة الماضية أثناء الاحتفالات بمهرجان خريف صلالة كانت مسابقة خصيصا للبرعة، والتلفزيون كان بقيادة الأستاذ سعيد موسى ينقل هذه المسابقة على الهواء مباشرة. يلا ماجد. نعم. كلهم ماخذين نصيبهم. إن شاء الله الآن. إن شاء الله. وجاك أيضا سؤال سهل. فن تقليدي هو أحد الفنون التقليدية اللي تصاحب جمع الحطب زمان لإبعاد الضجر والملل وتخفيف عناء العمل. هل هو، ركز، ميدان، التعويب، النانا؟ تعويب. تعويب صحيح. تعويب يا ماجد. الميدان معروف وله فرسانه وله ناسه، وانا اتمنى يوم من الايام كذا يجينا واحد متخصص اساسا في الميدان. النانا ايضا فن راقي ورائع في محافظه ظفار ايضا. نقطه فارسي، نقطتين بوسعيدي، نقطتين العويدي، ايضا نقطه ونكمل. في تقارب وفي حماس، ولين الحين الأسئلة أتوقع في متناول الجميع، صح ولا لا؟ صح. فارسي جاهز؟ جاهز جلال. في أي ولاية يوجد موقع بات الأثري الذي أدرج من ضمن قائمة التراث العالمي عام 1988؟ هل في نزوة، في نخل، في عبري؟ بات عبري. 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 نعم. وانت صح. بسيط. معروف. صح. ثلاث نقاط الفارسي من صحار، وبالمقابل البوسعيدي عنده نقطتين، كلنا قريبين من بعض. وجاية الثالثة إن شاء الله. والثالثة جاية وإن شاء الله جاية. أحد أئمة اليعاربة، هنا السؤال، لقب بقيد الأرض سهل، ساهم في بناء العديد من القلاع والحصون في عمان، هل هو سيف بن سلطان اليعربي، بالعرب بن سلطان اليعربي، سلطان بن سيف اليعربي؟ الأولى، سيف بن سلطان. سيف بن سلطان وانت صح. سيف بن سلطان اليعربي هو قيد الأرض. قيد الأرض معروف. سؤال سهل، سؤال تاريخي يعني. تمام. حصن تاريخي العويدي. نعم إن شاء الله. ننشط شوية إن شاء الله. حصن تاريخي يتوسط ولاية بخا، يعود تاريخ بناء إلى 1250 في عهد الإمام سيف بن سلطان اليعربي. ما عندي خيارات. حصن في، هل هو خصب؟ ما عليه. هل حصن البلاد أو السيبة؟ سؤال مرة يا أستاذ. أنا بغير لك السؤال. ما بهم. بغير لك السؤال. وش أفضل؟ خذ هذا السؤال البسيط. أعلى قمة جبلية في عمان يصل ارتفاعها إلى 3000 متر فوق سطح البحر. ما محتاج استعانة بصديق، ما محتاج العويد استعانة بصديق. وهو أول مكان يستقبل نور الشمس وآخر من يودع عندما تغيب. هلوة جبل أخضر، جبل أبيض، جبل شمس؟ جبل شمس. جبل شمس وصحيح. العويدي نقطتين، ماجد نقطة، تقدم العويدي على ماجد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ماجد. نعم. جاهز؟ إن شاء الله. جاهز. طيب، قرية عمانية تابعة لولاية الحمرة تتميز بأزقتها ومبانيها التقليدية والمباني الطينية العالية،
ومدرجاتها الزراعية الجميلة. هل هي تك 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 بعد محمد المخيني؟ عيبتني هذا يا ابو محمد التك تك تك تك. اقول ابو محمد هذه اقول لك لحظه محمد هذه تكتك انت صح؟ ليه الحين ما خذيت الرخصه ازازا؟ انا اسمع لا يصرح تك 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 تك. حياكم الله ما شاء الله، يعني المتسابقين اليوم انا كثير متفائل فيهم يا ابو محمد. ما شاء الله والنقاط ايضا متقاربه، الظاهر بياخذوا كل الصوغات من عندك. صحيح ان شاء الله يا رب. متواصلين معكم مشاهدينا، واحنا مع زوار مسقط جراند مول. موضوعنا اليوم يعني موضوع مهم جدا، زيارة الأرحام وزيارة الأقارب. معقولة أن يعني رب أسرة عنده عم، عنده خال، عنده أخت، عنده أب، عنده جد، وما يتزاوروا أبدا طول السنة؟ يجي هذا الشهر الكريم وما يتزاوروا أبدا؟ إذن زيارة الأرحام واجبة علينا سواء في شهر رمضان أم في جميع شهور السنة، وخاصة إحنا في هذه الأيام الروحانية الجميلة في شهر رمضان. كل إنسان يعمل جدول لنفسه، اليوم أنا بروح أزور بيت الوالد والوالدة، يعمل يخصص يوم لبيت الأجداد، الجد والجدة، يزور عمته أخواته، زيارة الأرحام واللمة الجميلة في هذا الشهر الكريم. إذن موضوعنا عن زيارة الأرحام في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر الفضيل، والأقارب. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عرف عليه. خالد بن حمد بن حمود المعولي. خالد بن حمد بن حمود المعولي. أولادك ما شاء الله، شو اسمك شاطر؟ يونس. يونس ولد خالد. واسمك؟ كوثر. كوثر. وأنت؟ عبد العزيز. عبد العزيز. وأنت؟ محمد بن حمد. محمد. عبد العزيز أنت تصوم؟ لا ما تصوم؟ أنت صف كم؟ صف أول. صف أول بعدك. وأنت صف كم؟ أروح السابع. تروح السابع. نجحت وتصوم؟ نعم. كم ساعة في اليوم تصوم؟ 15 ساعة. 15 ساعة ما شاء الله، حافظ الولد. جدولك في رمضان، احنا موضوعنا نتكلم عن زيارة الأرحام. يمكن نلاحظ أن مجموعة كبيرة والله يقول لك أنا مالي بارض في رمضان، ما بأطلع، ثجيل، أتفطر وأداوم، وبعيد، اللي أهله في نزوة واللي في الباطنة واللي الشرقية يقول خليني في هذا الشهر، عقب ما يمر الشهر بنحاول نزورهم. إيش رأيك في هالموضوع؟ والله وزيارة الأرحام زيارة فرضها الإسلام، يعني من ناحية الحمد لله أن تطول في عمر الفرد، والحمد لله عاد برنامج زيارات يعني للأهل، بيت الوالد والخالات والعمات طبعا في هذا الشهر الكريم، حيث أن نتجمع يعني مرات بيت الوالد على الأسبوع مع الأخوان والخوات، ونتجمع عائلي كذاك يعني إن شاء الله. بالضبط. اليوم أنت تعود أولادك تأخذهم خلا بنروح بيت يدكم، باكر الأولاد بيكبرون وبيستقلون بمنازلهم، بيردونها لك، خلا بنزور بيت جدهم، بيت أبونا، بيت كذا، بيت أبونا. إذا زيارة الأرحام، وهذه رسالة أيضا اللي قاعد يتابعونا اليوم، اللي قاعد يتابعنا من خلال برنامج صوغات على قنوات عمان المختلفة، صلوا أرحامكم الأقارب، زيارة الأرحام، وبروا أرحامكم بالضبط. يوم مع الوالدة شلوا فطوركم، شلوا فطوركم ودخلوا على الوالد، ادخلوا على الوالدة، فاجئوهم في هذا الشهر الكريم. إذا سؤال سهل عندي، السؤال يقول قلعة بهلة هي أكبر قلعة في عمان، صح أم خطأ؟ صح. أنت إيش تقول؟ صح. متأكد؟ أنت خبرني من بدأ رمضان هذا الأربعة أيام رحتوا بيت من الزيارة؟ بيت جدي. بيت جدك، أخذتوا فطور ولا خليتوهم يسووا لكم فطور؟ فطور. أخذتوا معاكم؟ نعم. وأنتوا بعد تريد تروحوا بيت من؟ جد. بيت الجد. بعد ومين؟ بيت الخالات والعمات. بيت الخالات والعمات، بالفعل ما شاء الله الأولاد عاملينهم خطة. فزت معانا طبعا، إجابتك الإجابة الصحيحة. خلينا نعطيك مجموعة من الجوائز إلك وللأسرة الكريمة. الجائزة الأولى الشركة الوطنية للعبارات، تعرفهم، قدموا لك هذه القسيمة ذهاب وعودة على الدرجة السياحية من مسقط إلى خصب، وطبعا الشركة تسير أكثر من رحلة.
جائزة بقيمة 100 ريال مقدمة من مركز الإمارات الطبي. تعرف مكانهم؟ في القرم، شاطئ القرم، أيضا عندهم موقع وعندهم أيضا في صلالة. وجائزة مقدمة من شركة مواصلات، طبعا شركة مواصلات سابقا كان اسمها شركة النقل الوطنية، الآن شركة مواصلات، الباصات الحمر اللي في كل مسقط الآن تلقاهم. مركز VLCC قدموا لك هذه الجائزة، موقعهم في الموالح وفي القرم. جائزة مقدمة من مطعم جراند فيش ماركت، موقعهم في الموالح، يقدمون يوميا بوفيه افطار. اذا تحب السمك والسيفود عليك بهم. اذا جائزة لشخصين تروحوا تفطرون. شركة بحر قدموا لك كوبون بقيمة 50 ريال. في الاولاد دام انك في الدور الاول، في عندهم في موجود هنا هابي لاند، تشل الاولاد هذا الكوبون يكفيهم يلعبون لين ما يقولوا بس من هابي لاند هنا في الدور الاول. الجزيره للعطور ما شاء الله عندهم الروائح الطيبه في الدور الارضي جنب ابو محمد، جنب استديو برنامج صوغات. جائزه جميله جدا من السيفي للحلوى العمانية، قدموا لك هذه الحلوى تستاهل. شكرا جزيلا وضبط جدولك، حياك الله. إذا عودة لأبو محمد في الاستديو. شكرا يا محمد، وشكرا لضيوفك، وشكرا للأسر والعوائل والشباب إن كان من داخل السلطنة أو من خارجها موجودين معانا، وإن شاء الله نضيف لكم المتعة والسؤال البسيط والصوغات الكثيرة اللي نقدمها للجمهور الكريم اللي موجود معانا، أو من خلال أيضا متابعتكم ورسائل النصية القصيرة. اليوم معانا 400 ريال مقدمة من الحكماني، كل واحد 200 ريال، ومعانا السيارة اللي إن شاء الله بكرة نسحب عليها من مركز تاول للسيارات ام جراند جي تي. هذه موجوده الان على الهواء، الان موجوده على الهواء، وجميل حلو يعني الاشياء الحلوه هذه تكون قبل العيد. وان شاء الله ان شاء الله صوغاتنا تكثر وتكثر، وتحيه طبعا للشركات والمؤسسات اللي تحب ان تشارك في برنامجنا. نرجع لماجد، نرجع للفارسي، نرجع للبوسعيدي، ونرجع للعويدي. وفي الان منافسه شرسة. بتكون ان شاء الله مع شرسه، لا قويه احسن بين الفارسي وبين البوسعيدي، كل واحد عنده 3 نقاط، وماجد صاحب السؤال القادم عنده نقطه واحده. شد حيلك يا ماجد. قلنا السؤال ما قبل الاخير، قريه عمانيه تابعه لولايه الحمراء. ولايه الحمراء في اي محافظه؟ داخلية. صحيح. تتميز بأزقتها ومبانيها التقليدية والمباني الطينية العالية ومدرجاتها الزراعية الجميلة. أذكر لك الخيارات ولا ما محتاج؟ محتاج. طيب، هل هي مسفات العبريين أو الغافات أو العقر؟ مسفات العبريين. رحت للحمراء؟ لا، ما رحت الحمراء. يعني الحمراء من الولايات الجميلة الحقيقة اللي تجمع بين التراث والتاريخ والسياحة، ولها خصوصية خاصة، خصوصيتها في مسفات العبريين اللي فعلا كذا ترجعك إلى التاريخ القديم الجميل. مسفات العبريين صحيح. نقطتين يا ماجد، جميل. يلا نطلع إلى وين؟ فارسي. فارسي سؤالك صعب. يلا ركز معاي. احدى ولايات محافظة الداخلية تحدها من الشمال ولاية السيب، ومن الجنوب ولاية سمايل، ومن الشرق دما والطائيين. هل هي اسكي، بدبد، منح؟ سهل، ركز بس. تحدها من الشمال ولاية السيب، أيوه، محافظة مسقط، بدبد، جنوب بدبد. صحيح.
كان يتصل واحد فينا في الاذاعه الى اليوم بدبد يعقوب يسميها بدبد بدبد نعم تذكرونه؟ ايوه ايوه حتى اتوقع عنده نساء كثير يعني بعرف اربع يمكن اربع ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيه الله يبارك اولاده نعم تحيه يعني اتوقع هو الوحيد اللي كان يقول بدبد بطريقته كذا الجميله اذا بدبد ولا بدبد؟ لا بدبد بدبد اربع نقاط للفارسي مصحار الان مهمه البوسعيدي اصعب ان شاء الله ما اصعب اسهل اسهل ان شاء الله مجلس رسمي تقليدي يترأس الوالي للاستماع الى مشاكل الناس وحاجاتهم وقضاياهم هل يسمى ما في استعانة في صديق يسمى البرزة الديوانية الليوان مجلس رسمي تقليدي يترأس الوالي زمان يجتمعون فيه هل يسمى البرزة ديوانية الليوان البرزة برزة صحيح برزة أربع نقاط لكل واحد البرزة طبعا من الاشياء الجميله القديمه اللي قديمه اللي موجوده كانت في ولاياتنا واحيتها الجهات الرسميه من خلال اكثر من اليوم من حصن موجود يعني ومن قلعه وقلعه نعم يعني مثلا في نزوه اللي عرف ايوه في صحار اتوقع عندكم ايضا ايوه في صحار وفي بعض الولايات الاخرى وهذه من الاشياء الحلوه صحار ايضا عندكم عندكم متحف هناك متحف صحار نعم في صحار, في صحار والان متحف. النيه في كثير من القلاع والحصون نعم. والتجديد تمام العويدي نعم ان شاء الله غطاء تلبس نساء الباديه النساء عندنا في عمان على وجوه للستر والاحتشام والزينه ايضا هل يسمى البرقع القديلة القناع نساء البرقع برقع صحيح البرقع ثلاث إذن الآن احنا السؤال الأخير السؤال الأخير الحاسم. للحسم خلاص للحسم بين الفارسي وبين البوسعيدي الآن السؤال بين الفارسي وبين البوسعيدي ومنهم بيطلع واحد فايز والكل فايز معانا ان شاء الله اي واحد يشارك في برنامجنا فايز نبدا سؤال للفارسي تم افتتاح اول مكتب بريدي في محافظة مسقط عام 1856 1886 1896 56 56 نعم وانت صح ما شاء الله وانت صح تم افتتاح اول مكتب بريدي في محافظة مسقط او في مسقط اجمالا نعم. كان عام 1856 ولهواة ايضا جمع الطوابع وغيرها بامكانه يرجع الى الطوابع القديمة وموجودة اساسا وفي كتاب متخصص لهذا الموضوع وفي ايضا في بعض المتاحف ايضا تلاقي بعض هذه الاشياء القديمه. وسعيدي سؤالك تفضل سوار نعم سوار الفارسي خمس والبوسعيدي اربع نقاط الان لو تعادلوا نرجع لسؤال اخر ايضا حسن سوار تلبس النساء على اليدين بهدف الزينه ويصنع من الذهب أو الفضة هل هو البنجري الخلخال القرط بنجري البنجري صحيح هو البنجري ما منخلص اليوم ما شاء الله ما شاء الله ما منخلص سؤال اللي أقول أنا ربما الأخير وإذا شفنا ما نحتاج إلى قرعة قرعة ولا ضربات ترجيح ولا قول ولا نتفاهم يعني نبدأ نتوكل من الأفلاج الداودية يقع في نيابة بركة الموز بولاية نزوة بمحافظة الداخلية تم إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي عام 2006 هل هو
دارس الخطمين الملكي. سريع. الملكي. ها؟ الملكي. الملكي. ملكي وهو الخطمين. مع الأسف. الخطمين. فلج الخطمين. بس رائع يا فارسي وصلت إلى هذه. الآن سؤال أيضا أخير بالنسبة لك. نعم. سؤال فاصل. فيه يا نفوز يا أيضا نتعادل. نتعادل. كم عدد الاتحادات الرياضية في السلطنة؟ رياضي؟ كم عدد الاتحادات الرياضية في السلطنة؟ 9 10 11 11. صحيح. 11 صحيح. مبروك. الله يبارك حياتك. يفوز سالم البوسعيدي في المسابقة الأولى اليوم. ألف مبروك. الله يبارك حياتك أبو محمد. لك مجموعة من الهدايا طبعا والصوغات المقدمة بالإضافة إلى سحب اللكسس قبل نهاية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى 3 أسئلة كل سؤال ب100 ريال. وخليك سريع على الإجابات السريعة إن شاء الله. في 3 ثواني نبدأ. موسوعة في تراجم أعلام عمان حملت اسم إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، مؤلفها هو سيف بن حمود البطاشي، أبو نبهان الخروصي، عبد الله بن محمد الخليلي. سيف بن حمود البطاشي. سيف بن حمود البطاشي صح. 100 ريال. جميل بوسعيدي، جميل. السؤال الثاني، صحيفة أصدرها أبو مسلم البهلاني الشاعر الجميل الرائع في زنجبار عام 1911 النجاح الديار عمان. النجاح. النجاح صحيح. 200 ريال. برافو عليك. سؤالي خصنا سهل. نعم. بدأ البث التلفزيوني الأول من استوديوهات التلفزيون بالقرم في 72 73 74 74. صحيح. 74 بداية تلفزيون سلطنة عمان. الإذاعة بدأت في 1970 30 يوليو تحديدا، بعد تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عز الله مقاليد الحكم بأسبوع. الله يحفظنا. والتلفزيون بعد 4 سنوات. وتلفزيون صلالة أيضا بعدها بسنة. متسابقين جدد وهدايا أيضا مقدمة لجمهور جراند مول بعد شوي مع محمد المخيني. 300 ريال، مجموعة من الصوغات، الاشتراك أيضا بسحب اللكسس. شكراً. بالإضافة طبعا إلى مجموعة المتسابقين الرائعين، لكم مجموعة من الصوغات. خلوكم معنا في صوغات. فرصة الفوز بسيارة لكزس، منح دراسية، أسبوعيا سحب على سيارة، يوميا جوائز نقدية، إضافة إلى الكثير من الهدايا. تابعوا التفاصيل في البرنامج. أرسل كلمة صوغات على عمان تل 91191. أريد 91818. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. للوطن في عيون مبدعيه وممثليه خارجه معان عميقة ترونها في برنامج أوتوغراف. أوتوغراف في الأوقات التالية. عوام.
الأوقات التالية. أصدافنا جديدة ومتعددة، أمجاد الحسنية، وأهدافنا مختلفة، ميثاء البلوشية، ومعا نحقق بها أمانينا، عبد الله المقيمي، فنسمو بها للقمة، سمر السليمانية. اختر أميتك لتكسب مع الأصداف والأهداف. عز الحافية. إذن شاركونا في أصداف وأهداف. للمشاركة في مسابقات البرنامج أرسل اسمك الثلاثي على عمانتل 91213، أريده 91816. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اتقوا الفتن فإن اللسان كحد السيف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نوفي بعهد الله ومن وفائنا بعهد الله أن نصل أرحامنا، وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأولي الألباب في الأوقات التالية. امتى كان ابو عز الدين عينه بالزعامه ولا بيحب الوجهنه وتمسيح الجروح والمنفقه؟ امتى؟ واحد أهبل، واحد ما عنده ذوق. أنا كذي باختصار كملت العائلة، إلا مال اليتيم ماكو شيء بيدومه. ما أقدر أطلعك من هنيك. جيتك ورا ظهري شجر، لقيت قدامي سجن. ساق البامبو في الأوقات التالية. مرحبا بكم جميعا. شفنا يعني المسابقة الأولى كانت كيف حماس، وكلهم قريبين من بعض، وفي الأخير أكيد يفوز واحد، لكن الجميع يكون فايز معنا، وأيضا الصوغات الكبيرة كم تكونون متواجدين معنا. خلينا عند الصوغات، وعندنا أيضا صوغات أخرى نقدمها لمتسابقين آخرين بعد شوية إن شاء الله. أسأل بس كيف كانت ردة الفعل للمسابقة بالشكل اللي ربما كذا ابتعدنا عن الضغط وغيرها من هذه الأمور. كل واحد له سؤال، وبعدين الاثنين كانوا قريبين من بعض، وأسئلة اللي تفصل هذه المسألة، وفي الأخير في فايز واحد. بكرة إن شاء الله
نذكركم سيتم السحب على السيارة، وتحية طبعا لمركز تاول للسيارات ام جراند جي تي. بتكون السيارة بكرة من نصيب واحد او وحدة، واحد من مشاهدينا او وحدة من المشاهدات، وعدد كبير الحقيقة من يتابع ومن يتواصل ومن يرسل برسائل نصية. لمن يسأل كيفية المشاركة في المسابقة، ما عليك إلا إرسال كلمة صوغات على الأرقام اللي تظهر على الشاشة بين فترة وأخرى، وفيما بعد يتم التواصل معك من فريق البرنامج. أما المشاركة مع المخيني فأمرها سهل، كل من يزور هذا الموقع وهذا المكان ويلتقي بالمخيني مباشرة يعطيه صوغاته. في صوغات جديدة مع محمد مخيني. مرحبا يا أبو محمد، وينك؟ متواصلين معكم مشاهدينا ومن موقع جديد من مسقط جراند مول، ومعنا أحد زوار مسقط جراند مول، خلونا نتعرف عليه. مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور. الله يتعرف عليك. يوسف بن حسن بن عبد الله المعمري. يوسف من وين يوسف؟ من ولاية صحار. من ولاية صحار، كيف أهلنا بصحار؟ طيبين الحمد لله. ما شاء الله، اليوم جاي تتسوق والله زيارة. 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 هي مرينا على الأخت، زرنا الأخت هنا في مسقط. وافطرنا معاهم وقلنا نجي معاكم. استغليت زيارتك لمسقط بزياره زياره الاخ. موضوعنا على السريع عن زياره الارحام في شهر رمضان وفي باقي الشهور، تكلمنا عن هذا الموضوع قبل لا نسالك السؤال. جزاك الله الف خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع رحم. فصله الرحم مربوطه بالعرش، فدائما الرحم تقول: اللهم وصل من وصلني واقطع من قطعني. فزيارة الأهل والأرحام واجبة يا أخي محمد، وواجب على كل شخص صغير وكبير أن يزور أهله ويوصلهم ويوصل ود أبيه. في معنى الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: أن تصل ود أبيك. فزيارة أهل أبيك وزيارة أهل أمك أجدادك تزورهم واجب عليك، لازم تزورهم سواء في شهر رمضان أم في غير رمضان، ما مرتبطة برمضان. زيارة الأهل واجبة ولا تحدد بوقت، ولكن اللي صاير الحين ان الشباب بالتليفون تواصل. كيف حالك امه؟ كيف حالك؟ بس خلاص انتم بخير. بس ولكن حالاتها لما احنا نقصدهم نوصل معهم، نجلس معهم، نترك الهاتف جانب. بالضبط الحين صار الهاتف، صار الهاتف يلهينا. ايوه اوقات جلسوا مع الاهل، مع الوالد، مع الوالده، وجالس والهاتف في اليد. بالضبط يلعب بالهاتف. انت ليش جاي تزورهم؟ بالضبط بالضبط. راحت لذة الزيارة. راحت لذة الزيارة. بالضبط. يعطيك الصحة والعافية على هذا الكلام الطيب. سؤالنا يقول: ولاية الجازر هي أحد ولايات محافظة الوسطى، صح أم خطأ؟ صح. صح بالفعل، وإجابتك الإجابة الصحيحة. فزت معنا بجوائز مختلفة: الشركة الوطنية للعبارات، رحلة على متن العبارة من مسقط تطلع، ومن ميناء شناص ايضا تطلع الى خصب، وهذه جائزه لك ذهاب واياب. احنا موجودين خلفي مباشره مركز هومراس، زين، عندهم تنزيلات توصل لغايه 70%، وهومراس قدموا لك جائزه بقيمه 50 ريال. اباك من تخلص تروح على طول. روح دم سيده على طول تروح معاهم. شركه مواصلات قدموا لك هذه الجائزه، تستاهل. وايضا مركز في ال سي سي للتنحيف. ما نحتاج هذا ضروري. تستاهل الجائزه. محل كلاركس موجود ايضا في الدور الارضي، قدموا لك قسيمه، هو تابع لمركز الخميس للخميس للاحذيه. ايضا مركز مسقط للامراض الجلديه، مركز مسقط موقعهم في موقعهم في العذيبة، وعندهم فرع في بركة، وعندهم خلينا بس نفتحه علشان نشوف الكوبون. نفتحه. نعم، مركز مسقط للأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، تستاهل الجائزة بقيمة 50 ريال. وأيضا مركز الصفوة لطب وجراحة الأسنان قدموا لك بعد كوبون ب 50 ريال في الخوض. موقع رتب الاسنان. رتب الاسنان اي ضروري، تستاهل الجائزه لك. شركه بحر قدموا لك كوبون بقيمه 50 ريال ازيدك. يكون تينا مره ثانيه مسقط
هابي لاند تجيب الأولاد موقعهم فوق بالدور الأول. أي ضروري. وشركة كاريرا عفوا محل كاريرا ماركة إيطالية موجودة بالدور. ما كاريرا للملابس الرجالية أول ماركة إيطالية في المحل إيطالي لماركة كاريرا في السلطنة. شكرا. أزيدك الحلوة العمانية السيفي للحلوة العمانية قدموا لك هذه الجائزة تستاهل. شكرا شكرا ما قصرت. شكرا. عودة للأستاذ خالد في الاستديو. بقى شيء بعد يا محمد؟ بقى شيء اللي بقى إن شاء الله بعد شوية أو ممكن نأجله لبكرة، بس عندنا كثير من الصوغات ويستاهلوا الناس، يستاهلوا كل من نلتقي به وكاميرتنا تلتقي به مع محمد المخيني يستاهل ويستحق. ومجموعة من الشركات تتسابق بأن تقدم هداياها وصوغاتها وجوائزها للناس المتواجدين معنا في جراند مول أو عبر الشاشة اللي يتصل فينا أو يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. اليوم معنا فائزين، كل فائز بيفوز ب 200 ريال يعني 400 ريال بشكل يومي من الحكماني للعقارات، بالإضافة إلى السيارة اللي شفناها قبل شوية من مركز تاول للسيارات. ومعنا كلية كولدونيان الهندسية أيضا تقدم منحة دراسية بكالوريوس بقيمة 16,000 ريال، وكلية الزهرة أيضا منحتين، العصاية للمؤتمرات هومز آر إس، فوريو للتجميل، برميديان للياقة، كارفور جزيرة العطور، موناليزا. وذكرت لكم أن إن شاء الله كل هذه الأسماء وغيرها بتكون موجودة على الشاشة من خلال فاصل سيتكرر أكثر من مرة في برنامجنا. إحنا على الهواء من خلال المركز التجاري خارج استوديوهات التلفزيون وبرنامج مباشر. أي هنة أو أحيانا خطأ غير مقصود فني أو مني أو حتى من الفريق اللي معاي، نقدم الاعتذار لكل من يتابعنا. وأيضا عملية التغيير والتبديل والتجديد واردة في برنامج مثل برنامجنا في موقع خارجي، فلكم التحية والتقدير أنكم تمنحونا وقت جميل أنكم تتابعوا هذا البرنامج، أو أحيانا من يتعنى ويجينا خصيصا إلى المركز التجاري أنه يشوف كيف يتنفذ البرنامج على الهواء مباشرة، أو ربما حاب أنه هو يلتقي بالمخيني مع جوائزه وصوغاته وهدايا. نبدأ المرحلة الثانية من هذه المسابقة. اتفقنا كل واحد سؤال خمسة أسئلة، وفي حالة التعادل مثل ما صار في المسابقة الأولى في سؤال يحسم هذه المسألة. نبدأ على اليمين وإن شاء الله كلكم من أصحاب اليمين ومن يتابعنا إن شاء الله. من؟ عيسى بن سلمان الفليتي. عيسى الفليتي من وين جيت يا الفليتي؟ من سمايل. من سمايل وفيها الغصن مايل، فيها الفرض مايل والفاء. الله الله الله. مقيضين. الحمد لله الحمد لله. نتعرف عليك. محمد مبارك السليمي. سليمي من وين؟ ولاية سمايل. من بعد؟ من سمايل. جيران؟ لا والله. والله الصدفة جمعتكم في هذا المكان. والله الصدفة. مثل ما جمعت اخوان في هذا المكان. صحيح. امس. السليمي مرحبا بك. حياك الله. سعيد بن احمد المعشني. المعشني. ايه. والنعم. بعدك الله. من ظفار. ايه. من وين؟ لاي طاقة. من طاقة. اهلا وسهلا وتحية لاهلنا في طاقة وفي ظفار وفي كل محافظات السلطنة. اختي الكريمة ولأول مرة تشارك معنا ايضا اخت عزيزة، تفضلي. امل الحيدي. عمل من وين؟ من ولاية السويق. من السويق. اهلا وسهلا. ايش اخبار السويق اليوم؟ الحمد لله. امورها طيبة؟ كلها تمام. اهلا وسهلا بكم. عرفتوا المسابقة وشروطنا؟ وما عندنا شروط نهائيا. نبدا بالسؤال الاول مباشرة. مصطلح، ما انا كنت في ولاية الافلاج اساسا، مصطلح يطلق لتحديد الوقت او ملكية مياه الافلاج ويقدر نظريا بثلاثين دقيقة، هل هو الأثر، الحصة، القسمة؟ الأثر. الأثر صحيح، هو الأثر. أشهر فلك في سمايل؟ فلك السمدي. السمدي صحيح، من أشهر الأفلاج في عمان إجمالا. بسم الله. إذن حلو، أنا تفائل إحنا أول ما نبدأ بإجابة صحيحة إن شاء الله. اللي بعديه. معدن من أهم المعادن المنتشرة في السلطنة وأكثرها، الرصاص، الكوارتز، النحاس. النحاس. النحاس.
الرصاص الكوارتز النحاس. النحاس. النحاس وإجابتك خاطئة مع الأسف. هو الكوارتز. أشهر المعادن المنتشرة في عمان. طيب معشني جاهز؟ موقع أثري يقع في ولاية صور يعود إلى 1000 قبل الميلاد، له أهمية في دراسة الاتصالات التجارية بين عمان وشبه القارة الهندية. راس الحد، راس الحمراء، راس الجنس. راس الحد. راس الحد، راس الحمراء، راس الجنس. راس الجنس. راس الجنس. ايه. صحيح. هذا بس السؤال الأول. ها السؤال الثاني الخيارات ما بعيدها. عمل جاهزة؟ إن شاء الله. طيب مجلة فصلية صدر العدد الأول منها عام 1979 ما شاء الله، وتختص بنشر البحوث والدراسات الأكاديمية في العلوم الإدارية. مجلة الإداري، المجلة الثقافية، النهضة، الإدارية، الإدارة، الإدارة. مجلة الإداري وصحيح. راعي سمايل الثاني شد حيلك. يلا كل واحد عنده سؤال، نبدأ بالسؤال اللي بعديه. جاهز؟ جاهز. مؤسسة ثقافية حكومية تشرف عليها وزارة التراث والثقافة أنشئت عام 1985، هل هي الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، المنتدى الأدبي، النادي الثقافي؟ عيد الخيارات لو سمحت. الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، المنتدى الأدبي، النادي الثقافي. المنتدى الأدبي. المنتدى الأدبي صحيح. نركز في الخيارات أو في السؤال عشان ما أعيد مرة ثانية. راعي سمايل، مصطلح يطلق على كل ما هو بالي يعني قديم ويحتاج إلى الإصلاح في العمران والزراعة، هو هل هو البالي، الرموم، أو مهتري؟ المهتري. مهتري. هو الرموم. هو الرموم. إجابة خاطئة مع الأسف. عشان كذا نركز نركز. تمام؟ مصطلح محلي. طيب متحف يوجد، اوه هذا السؤال ما بسألك اياه. مصطلح يوجد في البليد الأثرية بصلالة افتتح عام 2007 للميلاد. متحف معروف يوجد في البليد الأثرية بصلالة، هل هو، شوف لو ياك السؤال هذا، أرض اللبان، متحف بيت الزبير، المتحف العماني الفرنسي؟ أرض اللبان. عاد لو جاوبت خطأ شو بسوي فيك؟ جاوبتك صحيحة. من أهم المتاحف، المتاحف الحقيقة يعني، والمنطقة الأثرية في منطقة البليد يعني تاريخ وآثار، و نعرف كيف كان العماني في ذلك الوقت. مدينة كانت. مدينة. نعم مدينة. وحلو أيضا أن الجهات الحكومية فكرت عليها في هذا المتحف. تمام. فلج داودي ميت أمل، فلج داودي ميت يعد أطول فلج في عمان، يقع في قرية الشارق بولاية بدية، يحتوي على 3 سواعد، يبلغ طول قنواته حوالي 17.289 يعني 17 كيلومتر. أوكي. 17 كيلومتر. هل هو فلج الشارق، الغبي، الحيلي؟ الشارق. الشارق. على فكرة بعض الإجابات ترى في السؤال، عشان كذا ركزوا في السؤال. أنا قلت يقع في قرية الشارق، بكل تأكيد بيكون فلج الشارق في بدية وصحيح. السؤال الثالث كل واحد 2-2. لا السمائل الثاني ما عنده شيء، نشيل إضاءته، ما عليه فرحناه لكن نشيل إضاءته، ما جاوب صح. طيب مسابقة سنوية. عيسى معاك. جاهز؟ جاهز. شد حيلك، الشباب في همة ترى.
يلا، مسابقة سنوية رياضية تتنافس عليها الأندية الرياضية في فئة الشباب في المجالات الرياضية والثقافية، انطلقت لأول مرة عام 98. اسم المسابقة شجع فريقك، مسابقة الأندية للإبداع الشبابي، أو كأس جلالة السلطان للشباب؟ كأس جلالة السلطان للشباب. وصحيح، كأس جلالة السلطان الله يحفظه للشباب. ثلاث إضاءات، ودائما حياتك مضاءة دائما إن شاء الله. ومن يسمعنا ومن موجود معنا بإذن الله تعالى. اللي بعديه بزعل منك السمايل الثانية تعالى. مجلس حكومي أنشئ عام 1991 يهدف إلى مشاركة الحكومة الرأي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتمتع أعضاء بالحصانة البرلمانية. هل هو مجلس الدولة، مجلس الشورى، المجلس البلدي؟ 91 الشورى. شورى صحيح، ما مغير، ما يبالي تفكير. لا. بس عشان يضي مكانك بالإضاءة. هو مجلس الشورى طبعا، و يعني القصة الشورى عندنا في السلطنة مرت بمراحل متعددة لحين ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. وطبعا نعول على هذه المجالس الكثير والكثير إن شاء الله وفي أعضائها. جاهزين؟ جاهزين. مع شني؟ مدينة عمانية تقع في محافظة شمال الباطنة، عرفت عبر التاريخ بأسماء منها بوابة الدنيا، خزانة الشرق، سنجار، كانت عاصمة عمان في عهد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي. هل هي لواء، شناص، صحار؟ صحار. صحار صحيح، ما يبغى له بعد تفكير. صحار. صحار. كم إضاءة عندك؟ ثلاثة. ثلاث إضاءات. رابعة شيء. والآن الرابعة؟ ولا تنتظر الرابعة؟ زود لي الرابعة. نزود الرابعة؟ طيب أمل. إن شاء الله. انطلقت الدورة الأولى لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في عام 2010، 2011، 2012. 2012 صحيح. 2012. أنا اليوم جايب أوائل السلطنة. ناخذ السؤال القادم، عندي ثلاثة خطيرين والسمايل الثاني أيضا خطير والكل خطير. السؤال اللي بعديه لنوصل إلى السؤال الرابع. يقول يا عيسى الفليتي، فضل بعد الفاصل. مرحبا، أنا عداد الكهرباء. هذه هي عائلة منير ومنيرة التي تحاول التقليل من مصاريفها. ضبط منير المكيف على درجة حرارة 18 لاعتقاده بأنها الطريقة الأسرع لتبريد المكان، لكن تخفيضها لا يؤثر على سرعة تبريد المكان، بل يجهد المكيف ويزيد الاستهلاك. في المقابل درجة حرارة 23 تقلل من الاستهلاك وقيمة الفاتورة، وتوفر لكم جوا مناسبا ومريحا. تنظيف المكيف وصيانته بشكل دوري يزيد من كفاءة التبريد ويضمن بيئة صحية لجميع أفراد العائلة. عجيب، انظر كيف قل الاستهلاك. كن ذكيا ووفر مالك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي ناعم ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين.
الأطفال هم الأطفال دائماً مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها، أعتمد دائماً على بحر صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعدت وراح بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج للبك تطلب ما ينساك، عينك تذوق النوم وعين التي ترعاك، مهما قسى قلبك. وإن أسيت وإن بكيت وإن شكت له عن أساك، قلت للمولى سامحني ماني يا ربي سواك، هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك. في انتظارك مغامرات رائعة ستذعب جميع حواسك على مد طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمانر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على مد طائرتنا من الطراز 787 دريمانر. مرحبا بكم، مرحبا بكم مجددا جمهورنا المتابع من خلال شاشة تلفزيون السلطنة. احنا على الثلاث قنوات، على القناة العامة وعلى عمان مباشر وعلى الثقافية، وتحية ايضا كبيرة لرواد وزوار مركز جراند مول، مسقط جراند مول، ايضا تحية لهم، وامسية رمضانية جميلة نقضيها مع بعض. لمن يتابع شاشة تلفزيون السلطنة أو المتواجد معنا في مسقط جراند مول، وتحية أيضا لمجموعة الشركات والمؤسسات اللي تساهم وتشارك في تقديم صوغاتها إلى اللي يراسلنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو من خلال وجودهم داخل المركز التجاري. بكرة إن شاء الله نذكر، بكرة السبت، كل سبت إن شاء الله بيكون معانا سحب على السيارة اللي تشوفونها الآن موجودة معانا، وهذه السيارة من مركز تاول للسيارات اللي نوجه لهم التحية، ام جراند جي تي، هذه هي السيارة اللي إن شاء الله بتكون من نصيب واحد من الأخوان أو وحدة من الأخوات. ماخذ الآن السيارة مساحتها في الاستوديو في مركز جراند مول، وإن شاء الله إن شاء الله بكرة بيكون السحب عليها آلي، وسيتم أيضا التواصل مع صاحب المفتاح من خلال الاتصال الهاتفي معه. عندنا 400 ريال ذكرنا بذكرهم بعد المسابقة إن شاء الله. وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، بس مخيني ايضا يوزع صوغاته على جمهوره هناك. متابعني ابو حمد؟ متابعنك يا ابو محمد، متواصلين. وبزيد على كلامك يا ابو محمد، نذكر الناس طبعا اللي كانوا متوقعين ان اليوم بيجرى السحب على السياره، ترى اسماءكم وارقامكم موجوده لباكر. صحيح. واذكر اللي يتابعونا ارسلوا، كثروا ارسلوا، ترى السياره باكر بياخذها واحد من اللي رسلوا الرسائل على عمانتل 911-91 وعلى أريدو 91-88. ويا رب يا رب، بكرة بنشوف
هذه السيارة الحلوة بتروح لمين؟ ما بطول عليك يا أبو محمد، معي متسابق أخير، نتعرف عليك. سعود بن خليفة بن سعود اليعربي. سعود من وين يا سعود؟ من ولاية نخل. من ولاية نخل. سعود أنا بعطيك الصوغات على طول، بس عندي سؤال أباك تجاوب على هذا السؤال. وافتتح ميناء السلطان قابوس عام 1974، صح أم خطأ؟ عام 1974 صح. متأكد؟ نعم. موجد؟ عام 1400 صحيح؟ صحيح. عام 900 كم؟ كم قلت أنت؟ 74. 74 أي 74. أيوة. إجابتك الإجابة الصحيحة. خلينا نعطيك صغاتنا. جائزة مقدمة من مركز مسقط للأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، هذا المركز المتطور والرائع، طبعا يقدم مجموعة من الخدمات، بإمكانك أنك تشوف موقعهم في مسقط وفي صلالة وفي بركة. جائزة، نفس الجائزة، جائزة مقدمة من مواصلات، شركة مواصلات قدموا لك هذه الجائزة. هني في جائزة ثانية، جائزة مقدمة من مركز الصفوة لطب وجراحة الأسنان، المركز المتطور لعلاج وجراحة الأسنان، موقعهم في الخوض. وجائزة مقدمة في محل بالطابق الأول فاشن وورد، محل رائع إذا تبي تكشخ كذي بتلبس والملابس الحلوة وانت تبى تسافر تاخذ الجائزة. موناليزا لملابس الأطفال، عندك أولاد؟ عندي أولاد. زين، ملابس عندهم وملابس جديدة، موناليزا لملابس الأطفال موقعهم فوق بالدور الأول. شركة بحر قدموا لك هذا الكوبون، وأيضا الوداد للعطور. طبعا احنا نحيي رواد الأعمال، المشاريع الشبابية الرائدة في السوق. محل الوداد للعطور محل جدا متميز، في الحلقات القادمة إن شاء الله بنعرفكم على مواقعهم المختلفة، وفي موقعهم عندهم جنب السيتي سنتر تستاهل الجائزة فاشن وورد، قدموا لك أيضا إضافة هذه الجائزة. شكرا لك، حياك الله. شكرا، عودة لك يا أبو محمد. بكرة معنا صوغات كثيرة، وننتظر الجمهور المختلف والجمهور المتجدد اللي يزور مسقط جراند مول. حلو، يستاهل طبعا اللي كان معاك، ويستاهل كل من ياخذ صوغاتنا واللي يشوفه موجود ويجينا ويتعرف علينا ونتعرف عليه. ومرة ثانية سوي لك يعني محتاج إلى عربة محمد عشان بس تسهل على الناس وهم ياخذون صوغاتك. كل تحية للشركات طبعا والمؤسسات، والمجال مفتوح لكل المؤسسات بأن تشارك وتساهم في صوغات. وصلنا إلى السؤال الرابع للشباب، نعرف بأسمهم مرة ثانية. عيسى الفليتي. الفليتي. محمد سليمي. والنعم سليمي. سعيد أحمد المعشني. سعيد أحمد المعشني. المعشني. أمل. أمل الحيدي. أهلا وسهلا بكم. السؤال الرابع لعيسى الفليتي. فن موسيقي تقليدي يمارس في صلالة ومرباط بمحافظة ظفار، تؤدي أسرتان تشكلان فرقتين متخصصتين في هاتين المدينتين. هل هو، لا تشوف على المعشني أبدا، الشرح، زامل، الربوبة؟ الشرح أبدا. الشرح. الشرح، شفت عليه شكلك. أبدا، ما في استعانة بصديق، وانت صح، المعشني صح. القضية الخيارات كانت ايضا من محافظه الظفار، فالسؤال شويه محتاج كان الى تركيز. انا نظرت على عيونه بس. على عيونه وعرفت اللي قال. ما بغيت اردك عاد الحين. يلا، كتاب في المختارات السليمي. كتاب في المختارات الفه خميس بن راشد العبري، اشتمل على 60 بابا، صدر مطبوعا لاول مره عام 2011. هل هو شقائق النعمان، التبصيرة، شفاء القلوب؟ خيارات مرة. شقائق النعمان، التبصيرة، شفاء القلوب. الوقت. ثالث الخيار. الوقت. خيار الثالث. خيار الثالث. شفاء القلوب. وشفاء القلوب. شفاء القلوب. ربما ايش قلت؟ رمية من غير رامي. يلا،
يعني هذا السؤال نفس الحكاية ما بسألك يا معشني. الله ما بسألك يا معشني. من يدك محمد. الصدف اللي جاك سبحان الله. من يدك محمد. موقع سياحي بمحافظة ظفار يتميز بتدفق المياه على شكل نوافير دافئة تندفع إلى أعلى بقوة شديدة. ما في حد زار ظفار إلا زار هذا المكان. أرزاد دربات المغسيل. إن شاء الله تجاوب غلط. أفكر شوية. تفكر ولا تستعين بصديق. المغسيل. طبعا خطأ. صح. فكرت شوية. صح. أربعة فليتي معشني أربعة عمل شدي حيلك إن شاء الله شدي إن شاء الله. متى تأسست غرفة تجارة وصناعة عمان؟ 71 72 73. 71 71 خطأ. 71 73 يا أمل. أوكي. 73 نعيد النتائج مرة ثانية. عيسى الفليتي أربعة، محمد السليمي إضاءتين، سعيد المعشري أربع، أمل ثلاث. المنافسة بين الفليتي والمعشري في السؤال الفاصل. إن شاء الله. محمية طبيعية بمحافظة ظفار تضم عددا من الحيوانات البرية أشهرها النمر العربي، هل هي محمية جبل سمحان الطبيعية، جزر الديمانيات، أو محمية الأخوار؟ محمية جبل سمحان. جبل سمحان وصحيح. خمسة في أربعة، والسؤال الفاصل أيضا لسعيد المعشني اللي يدخل منافسة مع عيسى الفليتي بعد الفاصل. مرحبا، أنا عداد الكهرباء. هذه عائلة منير ومنيرة التي تحاول التقليل من مصاريفها. ضبط منير المكيف على درجة حرارة 18 لاعتقاده بأنها الطريقة الأسرع لتبريد المكان، لكن تخفيضها لا يؤثر على سرعة تبريد المكان بل يجهد المكيف ويزيد الاستهلاك. في المقابل درجة حرارة 23 تقلل من الاستهلاك وقيمة الفاتورة وتوفر لكم جوا مناسبا ومريحا. تنظيف المكيف وصيانته بشكل دوري يزيد من كفاءة التبريد ويزيد يضمن بيئة صحية لجميع أفراد العائلة. عجيب، انظر كيف قل الاستهلاك. كن ذكيا ووفر مالك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي ناعم ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين. الأطفال هم الأطفال دائما، مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها. أعتمد دائما على بحر صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعدت وراح بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج لألبك تطلب ما ينساك، عينك تذوق
التي ترعاك هذا هو ربك هو الذي يحبك دايم عليك يحن مهما قسى قلبك وإن أسيت وإن بكيت وإن شكت وعن أساك قلت للمولى سامحني مالي يا ربي سواك هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك في انتظارك مغامرات رائعة ستداعب جميع حواسك على متن طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمواينر تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 دريمواينر يلا اللحظة الحاسمة دقيقة دقيقتين الأخيرات من برنامجنا الآن بين عيسى الفليتي 4 نقاط خمس نقاط وسعيد المعشني 4 نقاط والسؤال الفاصل الآن فن شعري سعيد المعشني فن شعري تقليدي تكثر فيه التورية والألغاز يقوم على التلاعب بالألفاظ واختيار الكلمات المتجانسة هل هو العازل ميدان العيالة العيالة هو الميدان مع الأسف يا معشني الميدان و يفوز معنا عيسى الفليتي ألف مبروك بمجموعة طبعا من الهدايا والسؤال الأخير وكل سؤال ب100 ريال تضم محافظة جنوب الباطنة 6 ولايات منها 2 تقعان على الساحل الرساق والعوابي لمصنعة وبركة نخل وادي المعاون مصنعة وبركة صح 100 ريال مؤسس الدولة اليعربية 1624 هل هو ناصر بن مرشد اليعربي ناصر بن مرشد اليعربي صحيح 100 ريال أخرى 200 ريال ولاية عمانية تحدها ولاية محظة وظنك وصحار سميت قديما توام تبعد عن العاصمة مسقط 343 كيلومتر هي البريمي عبري ظنك البريمي صحيح 300 ريال 300 ريال مع مجموعة من الصوغات والهدايا وكل من اشترك معنا أيضا مع صوغات نذكر فقط بالفائزين 200 ريال محمد بن سالم الهاشمي على 92911 وما بكمل الأرقام التعارف ومأرب بنت مالك بن سليمان العامرية على 98003 وتكملة الأرقام معاك مأرب العامرية ومحمد بن سالم الهاشمي يفوز كل واحد منهم ب 200 ريال 400 ريال مقدمة من الحكماني للعقارات وهذه السيارة اللي بكرة نسحب عليها بمشيئة الله ومن سيأخذ هذه السيارة ومن ضيوفنا بكرة وما هي صوغاتنا اللي ممكن نقدمها للجمهور وللمشاهد الكريم وأكبر صوغة تواجدكم معنا ومتابعتكم بكرة إن شاء الله نلتقي وحلقة جديدة من صوغات تصبحون على ألف خير